حسمت مسألة رفع الدعم كلياً عن المحروقات، ولكنها لم تقر بشكل رسمي، وبدأت معها زيادة نسبة الزحمة على المحطات وسلسلة من التجاوزات، أبرزها التكتم عن كمية المخزون الذي تم استيراده على سعر صرف 8000 ليرة، وأيضاً ما حكي عن تسعير بعض المحطات المحروقات بالدولار الأمريكي. وعليه يؤكد مدير الإدارة المركزية لمحطات الأيتام جمال مكة أن المعنيين بهذا الموضوع غائبون. من يديرون بعض المحطات هم يعني أصبحوا الناطقين باسم هذا القطاع المسؤول عنه الدولة بكل قطاعاتها ووزاراتها. هذه نقطة. النقطة الثانية، طيب كمان الدولة لحد الآن بتحسيها غايبة كمان، لا أنا معني ولا أحد الزملاء معني، أصحاب محطات أو بدير محطة أو محطتين أو بعض الأعضاء المسؤولين بهذا القطاع. مش معقول كمان يعني في عدم وضوح وشفافية ما هو المخزون الموجود بشكل رسمي. رفع الدعم هلأ صوري هذا الأهم، طب المازوت، طب شو رأيك في 3 أسعار أو 4 أسعار للمازوت؟ في المازوت المدعوم ب 98,400، نعم، وفي المازوت الصناعي اللي دخلته بعض الشركات، في نسمية شركة ميدكو وبعض الشركات يونيترما جابوا مازوت للصناعيين وللفنادق والمؤسسات السياحية، هذا اللي سعره 540 دولار زائد 30 أو 17 دولار بصير التنك تقريبا 210,000 220,000 أو 240,000. نعم. طيب وفي مازوت سوق السوداء، يعني معقول مازوت السوق السوداء؟ من جهة أخرى، قرارات قضائية بإقفال المحطات بسبب الزحمة وتعبئة الجالونات، ومنها محطة الكورال في الجية، حيث أصدر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قراراً بإقفال المحطة بالشمع الأحمر. وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة يؤكد أن القرار هو بسبب الفوضى الحاصلة على المحطة وطوابير الانتظار الطويلة. نحن نحترم القرار اللي أخذه الرئيس علي إبراهيم، وهذا القرار بالنسبة لإلنا ليحمينا محطتنا، وهذا القرار اتخذ بناء للتجاوزات، بناء للعكس السائر اللي عم يدخلوا على المحطة، بعض المواطنين اللي ما عم يشبعوا بنزين، تزايد المشاكل اللي عم تحصل بهالفترة الأخيرة، ما في شيء غير هيك. وسيرة المكتب اللي عم تنقال، هذا المكتب اللي استدعينا عليه، ما في شيء أي معلومة غير هيك، كونوا أكيدين. إذن أزمة المحروقات إلى تفاقم مع اقتراب رفع الدعم، وتبقى البدائل المجهولة بالرغم من السعي للبدء بالعمل سريعا بالبطاقة التمويلية.